حياكم الله من جديد. شفنا الكارت بس أريد أسألكم عن تواجد زملائنا في قطر وتغطيتهم الإعلامية على مستوى الإعلام طبعاً علي. نعم بالتأكيد التواجد على الأقل إذا ما موجود المنتخب موجودين الإعلاميين العراقيين زملائنا سواء بالقنوات العربية أو بالقنوات المحلية، تغطيات مميزة، جهود مميزة. تحدثنا قبل البرنامج قلنا قطر أنت وين ما دير وجهك أكو حدث. الحلو بالتنظيم بقطر أنه قطر صغيرة فالأجواء تكون مثالية، أجواء جميلة، فزملائنا ما قصروا الكل يعني بدون ذكر أسماء. قصدك ما تعبوا يعني كلها قريبة. هي ما تعبوا. يقولون أبعد ملعب عندهم 35 دقيقة. اي هذا هذا من انا الساحه الكهربائيه يعني هذا اروح لركب. اي فال يعني الامانه جهود مشكوره لكل زملائنا اللي بقطر، تغطيات مميزه، التقاطات مميزه، يعني الى حد كبير عكسوا صوره جميله عن لا وهي هذه التجربه يعني راح نستفيد منها كاعلاميين من يجيك ويعكس اللي شافه طبعا اللي لازم لا تنسى هم هم يعني زملائنا الاعلاميين الابطال يعني اكيد هم مشاركين احنا نقول بتغطيات متواجدين كل المحافل عندهم الخبره عندهم الخبره فهذه الخبره نقول مو غريبين عليها جوي هنا وظفوها بشكل صحيح العالم هو طبعا انت اي شيء انت قلت لك احنا كم رحنا بوقتها بماريو دي جانيرو حتى أولمبياد لندن أنا همين موجود بيها بال 2012 هناك التغطيات الإعلامية قديم إيه شلون أنا من 2006 بس بعد أحمد بس مو دل أحمد دفع براس أحمد بس مو دل أحمد قاتل وهارس أنا المشكلة تعرف شنو الكرة القدم هي تعرف هي إحنا كل العالم تحبها بس أنا أميل الباقي